الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتوجه اليوم الخميس إلى مدينة ليفيف الأوكرانية في زيارة يوم واحد تلبية لدعوة من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أنه من المنتظر عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيجري خلاله مناقشة الخطوات الممكنة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، هذا بالإضافة إلى تعزيز عمل مركز التنسيق المشترك لممر الحبوب الأوكرانية.